خلافات بريطانية إسبانية متجددة بشأن جبل طارق، خلافات ترجمها أخيرا احتكاك سفن حربية إسبانية وبريطانية في مياه الإقليم. توتر يأتي استكمالا لما حصل في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذ تصر الحكومة الإسبانية على استثناء جبل طارق من أي اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي ولندن بعد البريكزيت. بضع كلمات فحواها غادر المياه الإقليمية الإسبانية. أصدرت هذا الأمر سفينة حربية إسبانية لسفن تجارية راسية في مياه جبل طارق، ليأتي الرد البريطاني بالتصدي للسفينة الإسبانية التي أبحرت بعدها ببطء بمحاذاة الساحل وبأسلحتها مكشوفة. أمر السلطات الإسبانية لمغادرة ما وصفته بالمياه الإقليمية الإسبانية اعتبره متحدث باسم جبل طارق إزعاجا ناتجا عن الألعاب الحمقاء للذين لا يقبلون بالسيادة البريطانية على حد وصفه، إذ يقع إقليم جبل طارق تحت السيادة البريطانية وفق معاهدة دولية وقعت عام 1713، لكنه إقليم طالما تسبب في توتر بين مدريد ولندن الذي تتخذه قاعدة استراتيجية مجهزة بمنشآت عسكرية واستخباراتية. الحكومة الإسبانية تؤكد أنها لم تتنازل إلا عما ورد ذكره صراحة في معاهدة أوترخت، والمقصود هنا هو أن إسبانيا تنازلت فقط عن مدينة جبل طارق وليس الجبل المحيط بالمدينة ولا المياه المحيطة به أو المضيق الذي يربطها بالبر الرئيسي لإسبانيا. الخلاف على السيادة بين بريطانيا وإسبانيا كان قد تصاعد بداية هذا الشهر مع رفض بريطانيا توصيف الاتحاد الأوروبي لإقليم جبل طارق بأنه مستعمرة للتاج البريطاني. جاء التوصيف في وثيقة تحدد نظام التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بعد مغادرتها للتكتل، ويسمح نظام التنقل الجديد للبريطانيين بدخول دول أوروبا من دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما، وذلك حتى في حال خروج بريطانيا من دون اتفاق. لكن الحكومة الإسبانية تصر على استثناء جبل طارق من أي اتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد تطبيق بريكزيت. ويشكل جبل طارق أهمية اقتصادية بالنسبة لإسبانيا، فوفقا للإحصائيات يعمل أكثر من 10,000 إسباني في جبل طارق، كما تتخوف إسبانيا من تأثر علاقاتها التجارية مع الإقليم بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. معنا الآن من لندن الباحث في الشؤون الدولية توم جروس. سيد جروس، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار. نتحدث عن إعادة أو استرجاع لهذا التوتر الذي كان سائدا لفترة طويلة بين إسبانيا وبريطانيا حول إقليم جبل طارق. هل نحن بصدد فترة مقبلة من مزيد من هذه التوترات، خاصة في ضوء ما يجري مع بريطانيا بالنسبة لموضوع الخروج من الاتحاد الأوروبي؟ نعم، أعتقد بأن هناك أمرين مختلفين يحدثان هنا. الأول خاص بالبريكزيت في بريطانيا، والثاني خاص بالسياسات في إسبانيا. في الجمعة الماضية الحكومة الإسبانية دعت لانتخابات عامة، ستكون هناك انتخابات مبكرة في أبريل، والحكومة الحالية لديها 24% من أعضاء البرلمان فقط، وهناك حزب يميني متطرف يهدد بأن يدخل البرلمان لأول مرة، وطبعا هو قومي جدا. وإذا أعتقد بأن الحادث أمس هو أن الحكومة الحالية تتحرك نحو اليمين لتظهر بأن لديها مصداقية قومية حتى ترد على التهديد الذي يأتيها من اليمين المتطرف. ولو هذا الحزب دخل إلى البرلمان فسيكون أول حزب من اليمين المتطرف يصل إلى البرلمان منذ أن ألغيت الفاشية حينما مات الجنرال فرانكو في 1975. إذا أنت ترى أن هناك مزيد من التوتر قادم بين إسبانيا وبريطانيا حول هذه المسألة؟
نعم، من وجهة النظر البريطانية حادثة بالأمس لم تذكر مثلا في الأخبار كثيرا، وهذا لأن البريكزيت هو الذي يغطي وطبعا جعل هنا أو زعزع الاستقرار هنا. ولكن بالعودة إلى السؤال، طبعا هذه ليست القضية الكبيرة التي يهتم بها، وطبعا كان ينبغي أن يهتم بها، ربما لأن بريكزيت الآن هو الذي لديه تداعيات كبيرة وعظيمة، ولا نعلم لحد الآن في لندن ما إذا كانت بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي في 29 من مارس كما هو متوقع وكيف سنخرج، ولا نعرف ما إذا كانت بريطانيا سيكون لديها اتفاق تجاري مع جيرانها، وهذا يخلق الكثير من الاضطراب والاضطرابات مع كل الدول الأجنبية والدول الأخرى، وأيضا يزعزع الاستقرار داخل بريطانيا أيضا. إذن أنا شخصيا كنت طبعا حذرا جدا بشأن البريكزيت منذ البداية، وخاصة بشأن هذا الاضطراب، وليس بريطانيا هي التي تتأثر، إن هذا الأمر يضعف أوروبا، وأوروبا الآن قد أضعفت لأنه مثلا في فرنسا الرئيس ماكرون مثلا أيضا قد انحنى لهؤلاء السترات الصفر الذين يقفون ضده، ألمانيا أيضا المستشارة أنجيلا ميركل أيضا في نهاية مسيرتها السياسية، وهناك شكوك كثيرة بعد مرحلة ميركل، وفي إيطاليا الحكومة ضعيفة، وإسبانيا كما ذكرت هناك انتخابات مبكرة وستكون الانتخابات الثالثة في 3 سنوات. بريطانيا دائما كانت دولة مستقرة تماما، وكانت تسمى أمة الديمقراطية كما تعرف. لأذكر المشاهدين، في القرن الماضي في القرن 20 العديد من الدول في أوروبا كانت فيها الفاشية أو الشيوعية أو كلاهما، أما بريطانيا فلا فاشية ولا شيوعية، ولم يكن هناك أي ثورة في الوقت العصر الحديث. إذن بريطانيا دولة مستقرة، واليوم بريطانيا تمر بما يسمى أزمة، ومنذ أن وبما أن بريطانيا هي خامس دولة أقوى دولة في العالم، وهي دولة نووية، وهي عضو في مجلس الأمن عضو دائم، بسبب كل هذه الأمور فإن زعزعة الاستقرار في بريطانيا تخلق زعزعة الاستقرار في المناطق الأخرى. ونقطة أخرى بشأن ما حدث أمس بشأن جبل طارق عفوا، فالاتحاد الأوروبي يخلق السلام، ومن الصعب أن نتخيل دولتين في الاتحاد الأوروبي تدخلان في حرب مع بعضهما البعض، وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما سيكون هناك نزاع على جبل طارق بين بريطانيا وإسبانيا، ولكن نعرف ما سيحدث، ولكن هذا سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار. نعم، ولكن الاتحاد الأوروبي على ما يبدو يتخذ موقفا معينا في هذه المسألة، عندما يصف الاتحاد إقليم جبل طارق بأنه مستعمرة التاج البريطاني في إحدى الوثائق أو إحدى الاتفاقات المتعلقة بالتنقل بين بريطانيا ودول الاتحاد بعد البريكزيت، وصف الإقليم بأنه مستعمرة للتاج البريطاني. كيف سيتعامل الاتحاد برأيك مع الإقليم بعد خروج بريطانيا، سواء باتفاق أو بدون اتفاق؟ حسنا، بريطانيا وإسبانيا لديهما نظرات مختلفة بشأن جبل طارق. جبل طارق صغيرة جدا، حوالي 30,000 شخص فقط يعيشون هناك، ولكن كلهم يريدون أن يبقوا تحت السيادة البريطانية، لا يريدون أن يكونوا تحت السيادة الإسبانية. بريطانيا تقول إن جبل طارق عليهم أن يحترموا الحقوق الديمقراطية لشعب جبل طارق 30,000 شخص، وينبغي أن يبقوا طبعا تحت الزعامة البريطانية. ولكن إسبانيا تقول كما قلت أنت بأنها مستعمرة، وبسبب أن بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي فالدول الأوروبية الآن تجتمع معا، وهي تظهر تضامنا مع أحدها وليس مع بريطانيا. إذا قالت بريطانيا بأنها ستخرج من الاتحاد الأوروبي، وفي حالة مثلا كان لبريطانيا حدود، وهذا الأمر ينطبق أيضا مع أيرلندا، فأيرلندا الشمالية طبعا هي جزء من بريطانيا،
ولديها حدود مع جمهورية أيرلندا أي إيرلندا الجنوبية. في كلتا الحالتين الاتحاد الأوروبي يظهر تضامنا مع أعضائه وأعني هنا إسبانيا جبل طارق وجمهورية أيرلندا. وعلي أن أذكر بأنك إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي فهم يقولون بأننا لن يكون هناك أي شيء، سنقف مع إسبانيا وإسبانيا تقول إن هذه مستعمرة. لا أعتقد أن هذا سيغير أي شيء، ولكنه سيخلق توترا سيئا، ونحن لا نريد أن يكون هناك توتر سيء في أوروبا، فهناك مشكلات كثيرة كما ذكرت. إسبانيا كما تعلم تصر على استثناء إقليم جبل طارق من أي اتفاقات تعقد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. إلى أي مدى برأيك الاتحاد سيظهر نوع من الاستجابة لهذه المطالب الإسبانية وربما يستثني الإقليم على الأقل من بعض هذه الاتفاقات؟ من الصعب أن نعرف ذلك، هناك الكثير من الأشياء غير المعروفة في الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، لأنه بعد خروج أيضا بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فهذا سيكون جزءا أو البداية للمسار. أنا أتوقع في نهاية المطاف بأنه سيكون هناك حدود مفتوحة بين إسبانيا وجبل طارق، لأن هذا في مصلحة إسبانيا وبريطانيا بأن تكون هناك حدود مفتوحة، لأن العديد من الناس يذهبون من إسبانيا للعمل في جبل طارق، والعديد أيضا من البضائع تذهب بين وتجيء بين الطرفين. أعتقد أنه من مصلحة بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وليس من الجيد استعراض العضلات هنا. الحكومة الإسبانية التي هي اشتراكية تشعر كما قلت بالضغط من اليمين المتطرف، طبعا لديها مشكلة الكتالان والباسك وغيرها، ولهذا فإن هذا يجعلهم تحت ضغط كبير. And they could see lengthy prison sentences. So they are the government's becoming more nationalist in Spain as well. شكرا جزيلا لك سيد توم غروس الباحث في الشؤون الدولية، كان معنا مباشرة من لندن.